الرضاعة الطبيعية من أهم القرارات اللي تتخذها الأم بعد الولادة. فكل ما زادت فترة الرضاعة زادت الفوائد للأم والطفل. لكن تذكري أن الرضاعة الطبيعية تعتمد على التغذية السليمة، فاللي تاكل الأم ينعكس في حليبها. عشان تتأكدين أن الحليب عندك صحي، تجنبي بعض الأشياء، تجنبي السكر والحلويات بقدر المستطاع، وتجنبي الكافيين من القهوة والشاي والمشروبات البازلة. لما تتجنبين هذه الأشياء تتأكدين أن طفلك يحصل على نوم أهدى. في نفس الوقت في بعض الأشياء نبي نضيفها، لازم نضيف الأكل الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم. وين نلقى الكالسيوم والمغنيسيوم؟ في أكل مثل الحمص، بذور السمسم، اللوز أو حتى حليب اللوز والأوراق الخضراء. الكالسيوم والمغنيسيوم ضروري جدا للنمو المتكامل وحتى النوم الهادئ للطفل، وضروري لإدرار الحليب في النوم. صحتك أحلى هدية ممكن تقدمينها لطفلك، فابدئي اليوم.